شباب قبل ما نخوض في تفاصيل ويعني معلومات هذا الفيديو بحول الله، حبيت اوضح فكره بالنسبه للناس اللي تريد تشحن لعبه وورزون موبايل. صدقني راح تشحنها بالمجان، وتشحن البلاكسيل يعني في كل موسم تشحن البلاكسيل بالمجان، بس لو تستخدم الشرح اللي انا ذكرته في هذا المقطع وموجود على القناه، راح اخلي لكم ايضا في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت. 53 يوم يعني حتى نكونوا صادقين يا شباب، من التكبيس 7500 نقطة تجمع 400,000 نقطة تحولها إلى 67 USDT. ما تحتاج لا تسجيل ولا إيداع فلوس ولا أي شيء، تسحبوا بس. أنا شخصيا راسلني راح أشحن لك بالمبلغ هذا، لو تسحبوا أرسلوا عندي وراح أشحن لك. وهذا المبلغ شخصيا راح أشحن لك به البلاكسيل موسمين، وراسلني بس على حسابي انستغرام لما تجمع النقاط. أوكي، والحين خلونا نفوت على حلقة اليوم وتفاصيلها. طيب، لو محتاج شحن لعبة وورزون موبايل أنصحك وبشدة بمتجر سجاد التاجر. ليش؟ لأنه الولد ثقة، بالإضافة إلى شحن رسمي وسريع، ومعاملته أكثر من 6 سنوات في شحن الألعاب. فروابط راح تلاقونها في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت. وأيضا بالنسبة للجزائريين وباقي الدول العربية، متوفر الشحن أي غرض تريده داخل اللعبة. وللطلب والاستفسار التواصل على حسابي انستغرام. اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. اول شيء رمضان مبارك للجميع ولجميع الامة الاسلامية، ونتمنى ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية، وان شاء الله يا رب يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال في هذا الشهر الفضيل. شباب، اليوم عندنا حلقة خاصة عن لعبة وورزون موبايل. اكيد اني عندي يومين ما نشرت يا شباب لظروف. اليوم بحول الله رجعنا لكم، وتفاصيل المقطع اللي راح تكون اليوم راح تكون بخصوص عن المشاكل اللي صايره باللعبه. اكيد اني اكون صريح معكم في كل التفاصيل، يعني مش دوما اجيك مقطع ممكن اقول لك انه اللعبه فعليا ممتازه وخلاص واو واو واو، لا يا اخي، في بعض المشاكل يعني اللي اشتريت شوي على اساس اني اشارك معكم جيم بلاي او تجربه كامله. اعطيتكم الشروحات المهمه، ولسه باقي شروحات ضروري اني راح اشاركها معكم باذن الله في قادم الايام، وصدقوني انها مهمه جدا بخصوص يعني مع الطرح العالمي. فاللي راح اتكلم عنه اليوم عن بعض ردود المطورين داخل الشركة وفيما يخص اللعبة بالتحديد. ففي بعض التحديثات اللي ما نزلت للناس، يعني بينها آخر تحديث اللي ما وصل جل المجتمع الخاص باللعبة. في ناس حصلت التحديث، في ناس ما حصلت التحديث. فالرد الرسمي كان أنه هذا الاختبار أو هذا التحديث مقتصر على بعض الأشخاص، يعني ما راح يكون لكل الناس في نفس الوقت. وبصراحة لأول مرة يعني أعرف أنه ممكن يصير هذا، يعني تصير هذه الشغلة يعني بالضبط بهذا الشكل. فممكن يعني كان التحديث المفروض يكون لكل الناس، لكن لا. ليش؟ لأنه الشركة تريد تختبر، يعني قاموا بإصلاح بعض الأخطاء في التحديثات السابقة، وكان تقريبا أهمها أنهم يختبرونها بعد التحديث المصغر، يختبرونها على جزء من اللاعبين. إذا ضبطت فأكيد أنه يتم الإصدار لجميع اللاعبين. أوكي، فهذا هو الرد الرسمي فيما يخص التحديث اللي موصلهم سابقا. وأنا شخصيا شاركت معكم التحديث بآخر إصدار. ليش؟ لأنه وصلني التحديث، يعني كل التحديثات وصلتني عفوا، وشاركت معكم مباشرة الرابط على ميديا فاير بالنسبة للناس اللي ما عرفت كيف تحدث اللعبة أو ما وصلها التحديث بشكل عام، حتى تحمل اللعبة وتتكل على الله ويكون عندك آخر إصدار. ممكن تصادف بعض المشاكل اللي أنا شخصيا صادفتها. ليش؟ وتلعب بالشريحة صدقني لاج مش طبيعي. ليش؟ لأني خبرتكم أكون صريح معكم ودوما صادق في مقاطعي وشروحاتي أو تحليلاتي لأي موضوع. فالله يعني بشكل فظيع بأمانة شباب، حرارة بالجهاز تقريبا، وكأني شعرت أني ألعب اللعبة من أول إصداراتها لما كانت بهذه المشاكل. فأكيد أنه هذه المشاكل أكيد أنه بعد التحديثات أيضا راح تنحل. ليش؟ لأنها مش متوفرة لكل الناس، لكن اللي حصلوا التحديث الأخير في بعض هذه المشاكل صارت فعليا. إذا نتكلم أيضا عن بعض الأغراض اللي ممكن أنت تتضح أنها ممكن أنت ما عرفت تضبطها وما عرفت تسويها بجهازك أو لا. لا أخي، من الشركة اللي راح أذكرهم لك الحين، من بينها السلايد أو الإنزلاق يا شباب. فعليا صار الحين لو تضغط أو تنقر على الزر اللي ينزلق معك اللاعب، فراح مباشرة ينزلق، بعدين خلاص يصير على وضعية نصف الجلوس، فيعني لا يوقف ولا ينبطح.
فصار هذا هو المشكل ايضا اللي صار باللعبه، بالاضافه الى انه الناس اللي متوقع انه المشكل عندها من الاعدادات، لا يا اخي لا يعني لا تحاول تضبط اي شيء. ليش؟ لانه من الشركه. ايضا حتى فيما يخص زر التفنيش، مرات يطلع معك مرات ما يطلع معك، فنفس الشيء هذا المشكل من الشركه. يعني ولو تعدد الازرار كلها وتضبط الايقونات كلها في نفس المكان، فراح لما تدخل في بعض الاحيان ما راح يطلع لك. وشخصيا صادفت هذا المشكل داخل هذا الجيم، اوكي راح تلاحظون يعني في شخصيات كتير لو تحاول تفنشهم ما راح يطلع لك، ما راح يطلع لك الزر ابدا، اوكي. وايضا لسه باقي فيها دروب فريم، فلو تلعب بخصوص الناس اللي تلعب على الشريحه وما تلعب واي فاي، او اذا كان جهازك متوسط شوي مواصفاته، نفس الشيء راح تصادف دروب فريم فاضية بصراحة شباب. يعني حتى نكون واضحين، وهنا أقصد يعني بين قوسين شباب، أنا أتكلم عن أجهزة الأندرويد. أجهزة الآي أو إس يعني ما جربت عليها فما راح أعطيك كلام عنها، لكن أجهزة الأندرويد فعليا كل هالمشاكل اللي أنا ذكرتها الشركة أيضا ذكرتها وأكدتها أنها موجودة فعليا، وأكيد بعد التحديثات القادمة راح نشوف. يعني شوف هون حاولت أني أفنش اللعب فعليا ما طلع لي الزر، ولو أنه بأول جيم كان موجود معي، ولاحظتوا الشخصية الأولى اللي فنشناها، فهذا أيضا مشكل لساته موجود. أيضا في شوف يعني هذا هو اللي خبرتكم، يعني اللاج فظيع يا شباب. حتى لو كان النت عندك يعني ستاب كان زين وكان ثابت، فراح تصادف بعض المشاكل ولو أنها يعني مؤقتة، يعني توقيت زمني بسيط جدا، لكن راح يكلفك خسارة الجيم بشكل طبيعي جدا وبشكل سهل. فهذا يعني المشاكل اللي ما نتمناها انها ايضا تكون في الطرح العالمي، ولهذا اتوقع انه المطورين يعني ذكروا هذا الكلام بخصوص انه الاحداث التحديثات المصغره راح تكون مقتصره على بعض اللاعبين، حتى مش كل الناس يعني تمل من اللعبه بشكل مباشر بعد ما تشاهد هذه المشاكل، اوكي. فيتم اصدارها بعدين الاصلاحات، وايضا تحديث بعدين اصلاحات على ان تكون اللعبه 100%، او يعني انا شخصيا ما اعتقد انها 100%، لكن اقل شيء 80%، اعطيها 80% من وجهه نظري انها تكون جاهزه للطرح العالمي. اكيد في امور كبيره جدا تم ضبطها حتى ايضا نكونوا واضحين وصراحة ونعطي الشركة حقها، لكن في بعض الامور اللي لساتها ضروري ان الشركة تشتغل عليها. ليش؟ لانه ما تبقى شيء على الطرح العالمي، يعني اقل من 10 ايام من اجل الطرح العالمي، فضروري ان الشركة تكون مجهزة كل الامور ومضبطة كل احوالها اساس انها تجهز اللعبة بشكل كامل للاعبين، لانه السيرفر راح يكون مضغوط، فما نحتاج لاج، ما نحتاج اي تفاصيل اخرى اللي ممكن راح نصير نعصب على اللعبة وممكن نسحب بشكل مباشر الى ان يتم حل هذه المشاكل او الاصلاحات في التحديثات، اوكي. هذه هي اهم النقاط اللي حبيت اشاركها معكم ايضا في هذا الحلقة يا شباب. وزي ما خبرتكم ايضا في بداية المقطع، بالنسبة للناس اللي تريد تشحن اللعبة بشكل مجاني، انت ذاك التطبيق اللي شرحته او ذاك البوت اللي شرحته على، تحتاج بس تطبيق تيليجرام، فراح تسحب منه 67 دولار كل 53 يوم تجمعها لحالك، ما تحتاج اي حالات ولا يا اخي تتعب لحالك، اوكي لحالك تحصل 67 يو اس دي تي تشحن بها. يا اخي راسلني على حسابي انستغرام، تدفع لي باليو اس دي تي بالعملات الرقميه، اكيد اني اقبلها وراح اشحن لك البلاك سيل الخاص موسمين، والبلاك سيل اساسا يتوفر معنا على شهرين على 60 يوم، فهذه فرصتك. يعني ما تحتاج اي شخص ولا تشحن الباتل باس العادي ولا اي شيء، اتعب شويه لحالك يا اخي وخلاص واتكل على الله، اوكي بشكل مجاني. لا خلاص، المهم اللي يريد يشاهد المقطع راح اخلي لكم في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت الخاص بتطبيق ببوت التكبيس اللي كسبك 67 دولار هديه، اوكي. فيلا شباب، ما بقى لي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اتمنى من الله عز وجل اني قد وفقت في هذا الشرح والطرح. استفسار آخر اتركه في التعليقات، وأشوفكم على خير في المقاطع القادمة بحول الله، وصدقوني أنها مفيدة جدا. ليش؟ لأنه هذه المقاطع اللي راح أنشرها راح تحتاجها كتير كتير، أوكي. فيلا شباب، أشوفكم على خير وسلام.
like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.